FM. الكلمة ليك. هذه هي الاتراس قاعدين حتى للثمانية أم تعليل ضيوفنا بحضينا من مسرح الشاب نابل ومسرحية الحب والبزنس تعرض غدوة في مهرجان نابل الدولي. أحمد بعمود، أشواق الخفيف، سليم منصور، مرحبا بكم مرة أخرى بحضينا. كنا نحكي قبل الأخبار على المسرحية هذه، على التعامل أول مرة مع وليد بن عبد السلام مخرج المسرحية. نحكي زاد شوية على المشاكل اللي تعاني منهم الفرقة اللي تقريبا تسكرت ورجعت تقريبا كاني وفيت الفرقة، لكن بمجهودات رجعت الفرقة. أستاذ أحمد، المشاكل اللي صارت والأزمة الكبيرة اللي نحكيو عليها اليوم سورتو مع مسرح الهواية في تونس. والله من وقت الثورة، من 2011 تقص علينا الدعم من كل شيرة. احنا شكون يدعمنا؟ البلدية والولاية والوزارة، وزارة الثقافة دعم الجمعيات. بدينا من 2011 مش وقفنا كومبليتمون، عملنا أعمال، عملنا يعيا الهم. احنا او اخر مسرحية طاهرة وشريفة تعملت 2010 يعني قبل الثورة ام بعد قبل الثورة. بعدها ذيك دورنا بها، بعدها جت يعيا الهم. يعيا الهم عملناها على الثورة، زاد دورنا بها. عمر بنادم هذه آخر مسرحية دورنا بها، عملناها عام 2013 عملنا أستر روحك، ما دارتش. جات لجنة رفضتها. عملنا 2014 زويز، مسرحية زويز، ما دارتش. يعني عامين ورا بعضهم إنتاج لمسرحيات وما فماش عروض، ما فماش عروض مدعومة، دونك فماش فلوس دخلت. فماش فلوس دخلت. البلدية اخر ترانش خذيناها ان 2010 يعني مقبل الثوره، من بعد الثوره ما فما حتى شيء. علاش تقصت الفلوس هذه والدعم هذا؟ خاطر تمشي النيابه الخصوصيه ولا يقول لك عندنا اولويات وما عندناش الثقافه والمسرح ماهمش اولويه بالنسبه لنا. والله انا بالنسبه لي انا مش سي ما في حياتي، كان مش نقول لك اولويه، وفي نظري انا اولويه الاولويات قبل الخبز احيانا. مش في نظرك انت برك، يظهر لي في نظر الناس الواعيه الكل تعرف اللي ثقافه من الاولويات يعني. وهذه الخطا نتاع البلاد داير معاملات التعامل هذايا اللي يتعاملوا به مع الثقافه، سواء السلطات الكل معناها يعني نحكيو من اعلى هرم السلطه الى ابسط واحد في النيابات الخصوصيه، يتعاملوا بنفس المنطق يتعاملوا. هذه حقيقه معناها ما نخبيوهاش، ما عندناش خافوا زاد باش نقولوها، كونوا العباد تتعامل مع الثقافه على اساس اكل العجله الخامسه نتاع الجو. احنا مسمينا على فكره احنا نتاع الجو كي تو اولويات بربي بلاد واقتصاد وكذا. كيجي الصيف يتذكروك في المهرجانات وينك وعملت شي حويجه وحضرت شي وقت الرسمي، وقت اللي يلزم يدعموك، وقت اللي يلزم يعاونوك ماهوش موجودين. وهذه دعوه من هنا معناها من المنبر هذا باش للولايه، ولايه نابل وينكم، فيقوا على وضعكم. راه اليوم عندكم وبلديه نابل ثم فرقه من عام 63 اليوم توصل لمرحله كيما هكايا لولا المجهود نتاع واحد اسمه سامي الوسلاتي. باج فيسبوك نحكيوا عليه. هذا عامنا في البنك عندنا موان 27 دينار. انا باش وجا الوقت اللي يلزمنا نعمل فيه مسرحيه ما عندي فلوس، دونك اش عملت؟ كتبت في فيسبوك نتاعي كو لا تروب دو تياتر جون دو نابل يا رحمه الله عليها، مش اللي قلت لانعدام الخلق والابداع والموارد البشريه، لكن مشكله في الموارد الماليه. المشكله في الموارد الماليه. جاء خذا سي سامي الوسلات يعطيه الصحه، يعيش في كندا، خذا الانيشيتيف وعمل سوتونون لو تياتر جون دو نابل، وجند برشا ناس الحق نتاع ربي. بداوا يعاونوا فينا ويصبوا في الفلوس في صندوق الفرقه. تحركت الميزانيه. تكون رصيد متواضع لكن يسمح لنا باش نعملوا مسرحيه. ايش وقتهم ما تطلبش برشا فلوس معنا مسرحيه معنا لو مينيموم نجموا نعملوا به. تنسينك اللي بالموين دو بور بالموين دو بور ونعملوا لو تياتر بوف. الفائده في الروح وفي الكلمه وفي ورجعت الروح للفرقه. ونجمنا اسنان قوموا بعمل عمناول، كان اول عام منذ سنين منذ
كيفاش يقولوا عقود ما تنتجش الفرقة. قابل مسرح الشاب بنابل على رقح مسرح الهواء تلقى بنابل. مخيبة، احساس خايب سليم، احساس خايب برشا، احساس خايب برشا وبرشا الناس تألموا سلتو أولاد الفرقة اللي تعودتوا أنتم كل عام كل عام. حتى الجمهور، حتى الجمهور يسألوا يقولوا وش بيكم وش هم وعلاش. في 53 سنة عملنا برسك 69 مسرحية، معناها أريزون دو اون بيس. مش برسك هم قيدين 69 مسرحية، معناها للكهول والأطفال. والأطفال عملنا ولا ما خدمناش؟ معناها احنا وصلنا نخدموا في عام زوز مسرحيات. وبون نحب نحكي بربي على حاجه اخرى، بما انه جبدنا على كيفاش وصلنا. انا عشت التجربه هذه، ابار الفلوس اللي جات ويعطي الصحه الاخ سامي، معناها فما زاد حاجه تريز امبورطونت اللي احنا عملناها، هي لو كاستينغ اللي عملناه. بعثنا، عملنا في الفيسبوك، عملنا دعايه في الليسي، عملنا علقنا. جاء وقت الجمهور فوق ال 20 25 شاب وشابه، وقعدوا منهم في الاخر 12 ولا 13. بدينا بهم احنا، انا وسيد احمد، عمل سيد احمد معاهم ستاج فورماسيون باش خذينا اللي نجموا عندهم ليطوف امكانيه. ومن بعد خلطت بيان سور، قعدنا نخمم انا وسيد احمد، قلنا، يقول لي سيد احمد انا ماذا بيا في المسرحيه هذه نمثلك هاو. ولينا خممنا في سي عبد السلام، سي وليد، سي وليد بن عبد السلام. وتجربه اللي كانت حبيت نحكي معك، كانت تجربه حلوه برشا. علاش؟ خاطر ضاف لنا حاجه اللي كانت ديما ناقصتنا. احنا نخدموا دو تياتر فودفيل، مسرحيات فكاهيه، عملنا دي شيف دوفر، لكن ديما ناقصتنا لو بو ديكو، السينوغرافيا، اكل التزيين، اكل الفيانه نتاع الاضافه. هذا احنا بدنا شخنا عليه، معناها تعدينا مراحل. قعدنا ديما انا وسيد احمد زعما نوصلوا زعما كذا، شبيك سبتمبر نتاع عملنا السنه، لين دخلوا الاولاد، لين الاولاد شفناهم كيفاش يخدموا، كيفاش الناس مغرومه برشا. وبالمناسبه نشكرهم، خاطر طولوا برشا. اول حاجه ما يعرفوش شنو الجو المسرحي، برفوا تقني خايف هذه تغشش اليوم، خاطر عيط عليها احمد ولا عيط عليها وليد ولا عيط عليها انا في الخدمه، تمشي غدو ما تجيش. معناها تعبنا برشا، لكن شخنا وكانت النتيجه مسرحيه حلوه برشا. ان شاء الله تجيو تشوفوها. احنا شخنا عليها، الممثلين شيخين عليها، سورتو جدد وسورتو الجمهور عاودنا، رجعنا الثقه اللي كانت قبل مسرح الشاب بنابل. كي تلعب تعمل بلان، ان شاء الله غدوه تشوفوا الشيء هذا، ان شاء الله نشوفوا هذا. كل اشواق الخفيفي نحب نسالك، اللي يجي غدوه يتفرج في المسرحيه شنو يستنى فيه؟ شنو تقول له اشواق غدوه اللي جاي يتفرج في مسرحيتكم؟ الحب والبزنس باش يستنى فيه حاجات ما كانش يتوقعهم بالحق، على خاطر كيما كان يحكي سي سليم، المسرحيات اللي تعداو الكل استانسوا بستيل هو بيدو، هذاك هو ستيل سيد احمد، كيما قلت لك مدرسه سيد احمد. دونك ما فماش حاجات برشا تتبدل من عام لعام، ولكن السنه اللي تزيد نتصور هي الاضافات نتاع المخرج اللي زادهم، فما فرجه، فما ضحك، فما فكاهه، فما برشا جو سيغ سين، فما برشا حركه زاده. يعني قداش دوم المسرحيه؟ المسرحيه ساعه ونص، ساعه ونص، ساعه فوالا، حسب الجو، حسب الجمهور. سورتو في الكوميدي معناها ساعه ونص، ساعتين غير ربع، معناها يظهر لي فورما معقوله على الاخر. الجمهور ديجا يتمتع ويشيخ في ساعتين غير ربع ويخرج فرحان. دونك توعدوه بعرض ممتاز غدوه اشواق الخفيفي. فوالا الداعمين نتاعكم شكون عاونكم في المسرحيه هذه؟ سوسيتي مختار سليمه، وسلام باتيفوري سلام في نابل، و اس بي ار لابوراتوار. فوالا هذوما الداعمين اللي عاونوكم بال لي سبونسور نتاع المسرحيه. فوالا واللي كونتريبيتور، تو لي كونتريبيتور، من اللي اعطى مليون حتى اللي اعطى 10000. فوالا بارك الله فيهم، بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه. وهذا درس للسلطات، معناها وقت اللي انتم ما تدفعوش، وقت اللي انتم ما تعاونوش الثقافه، ثم مواطنين، ثم عباد تحب الكلتور، راهي هي اللي تعاون، وهي اللي عندها غيره على الثقافه نتاعها اكثر من المسؤولين. لكن ماذا بيا السلطات ما يعطلوش كان على الـ ما تعجبهمش الحكايه، ما تعجبهمش، خاطر احنا ما تعجبناش. حتى احنا رانا مدينا يدينا للطلبه برشا برشا برشا، وتالمنا برشا، فهمتني سيد احمد. وكان جيت او سليم يجم يحكي على الحكايه هذه، خاطر هو العافس على الجمره، كيفاش يبدا يدور على العباد وعلى رجال الاعمال اللي هما لليوم للاسف مش الكل يعاونوا. فما شكون يقبلوا وفما شكون يبدا يتقرمط ويشكي ويبكي ويعطي مثلا 10000 ولا 50000، كانوش يعطى مليون.
فوالا احنا باش نرجعوا اكيد سيد احمد سليم كيف كيف اشواق باش نرجعوا للموضوع هذا ان شاء الله مش يكون عندنا بلاتو سبيسيال بروشينمون ان شاء الله قبل ما يوفى لاتيراس في الصيف نعملوا بلاتو سبيسيال على الجمعيات ونرجعوا للمشاكل نتاعهم اللي هي ظهر لي وقايد اسامه اليوم باش نحكيوا على المشاكل نتاع الجمعيات المسرحيه في زاد على الفضاءات في نابل والفضاءات معناها موضوع كبير موضوع للنقاش كبير ياسر ودعوه لوزاره الثقافه باش تفيق على روحها سورتو ثم جمعيات قاعده تندثر قاعده تبطل اليوم لقينا نابل لقاو حلول باش يرجعوا ثم جمعيات ايسو بطلوا ما عادش يعملوا مسرح سليم بربي يرحمك كل حاجه امبورتونت برشا الاخ جبد على الفضاءات بما انه تو انحصى مطلوبه كما يقولوها حاليا دار الثقافه قاعدين يجددوا فيها يصلحوا فيها ان شاء الله كما وعدونا خاطر احنا خرجونا من غادي وانا خفت برشا وحنا نخرجوا في الدبش نتاعنا تقول واحد طلب خرج دبشو مشينا تو كان تجيو بحضنا معناها عندنا امتي لوكال تحت الدروج نتاع المسرح غادي نترنا وغادي الديكور نتاعنا غادي الدبش نتاعنا سرقونا اربع ولا خمس مرات لين لمينا شويه فلوس عملنا باب حديد وان شاء الله ما يسرقوناش ما سرقوش باب الحديد جنب حبيت نقول ماذا بينا بعد كيف تتصلح يرجعوا لنا البيرو نتاعنا اللي كنا راهو واخذينه دوبوي معناها ملي حل الثقافه حق يظهر لي الجمعيات الجمعيات حقهم حقهم معناها في الفضائيات والمؤسسات ان شاء الله اما حسب ما ريت عمل دوره صغيره نحاو توت لي سال ان شاء الله يعملوا دي بارافون ولا يعملوا حاجه حل نحاو توت لي سال اللي كانوا قبل هذيا نتاع مسرح الشباب هذيا نتاع فرق كذا نعرفهم ينذكر وتحلت الكل على بعضها مانيش فاهم وين باش يحطونا ولا دعوه ليهم يا جماعه في البيروات لقاونا ديلوكو انتم تجيوش تغطونا في البيروات ميرسي بوكو سيد احمد بعمود كنت بحضنا اليوم اشواق كيف كيف اشواق خفيفي سليم منصور يعطيكم الصحه العرض نتاعكم الليله غدوه في مهرجان نابل العشره نتاع الليل في مسرح الهواء الطلق يعطيكم الصحه ميرسي بوكو موزيكا الجمهور باش يجينا بكثافه راهو اللي قص تذكرته ويدخل يدعم المسرح الشاب بنابل ويخليه نجم يعمل مسرحيه عام الجاي ولا ولا مش بلاش معناها تجي تضحك وتتفرهد وتسمع حكايه مزيانه وتشوف نجوم جدد على المسرح مع السيد احمد بعمود بيان سور قيدوم المسرح الشاب بنابل موزيكا راجعين بعد شويه في الريكاب يلا كاب افان الكلمه ليك